ونتوجه مشاهدينا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن دبي ينضم إلينا هاتفيا الدكتور شعبان رأفت رئيس الجالية المصرية بالإمارات. دكتور شعبان تحياتنا لحضرتك، صباح الخير وصباح يوم جديد عليك وعلى كل المصريين في الخارج. تسمعني يا دكتور شعبان؟ صباح الخير. صباح الخير دكتور شعبان، تحدثنا عن بداية اليوم الثاني في الإمارات العربية المتحدة وما ترصده من مشاهد انتخابية لديك. أولا بداية مميزة جدا جدا، توافد كثيف بخلاف اليوم الأول، لأن طبعا اليوم الأول اللي هو أمس كان فيه عمل رسمي في دولة الإمارات، في أبو ظبي اللجنة الأولى، في دبي اللجنة الثانية، بتضم دبي والامارات الشماليه، في توافد من كافه امارات الدوله على اللجان الانتخابيه سواء من الافراد او من العائلات. ويمكن حضرتك سمعته في لما حضرتك طلبتوني في الاول هتافات الناخبين، كل الناس نازله يعني بروح وود عاليه جدا، وعندهم وعي عالي جدا لاهميه العمليه الانتخابيه واهميه المشاركه والوقوف بجانب مصر. طيب، عايز اسال حضرتك عن الجاليه المصريه في الامارات وفي الامارات المختلفه، يعني مش بس في دبي وابو ظبي وبقيه الامارات، يعني كيف يتم التواصل مع الجاليه المصريه في مختلف الامارات العربيه هناك، ويعني تفاعل الجاليه المصريه مع دعوات بالمشاركه في هذه الانتخابات؟ اولا التواصل بيكون من خلال اتحاد المصريين في الخارج اللي انا رئيس ليه في الامارات، وايضا النادي المصري في دبي وابو ظبي والامارات الشماليه. ايضا كان في تنسيق يعني حتى الصمت الانتخابي، تنسيق من الحمله الرئاسيه للرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسه الاستشاري محمود فوزي، اللي تم عقد العديد من الاجتماعات على مدار ال 24 ساعة بين الحملة وبين أعضاء المندوبين الانتخابيين عن المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان في فيديوهات تعريفية، في لقاءات، في اجتماعات ميتنج زوم، يعني بوستات كده كانت بتنزل على الفيس وعلى الجروبات الواتس، الهدف منها الحشد والتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية. طيب، المشهد امبارح يا فندم، هل الأعداد كانت يعني بالشكل المتوقع بالنسبة انه يوم الجمعة كمان يوم عمل في دولة الإمارات الآن وليس يوم أجازة كما السابق؟ كان متوقع على اعتبار ان ده يوم عمل، ويعني الكثافة زادت في الفترة المسائية بعد الساعة 4 مساء. ده معناه انه متوقع مثلا مزيد من الاعداد اليوم بما انه يوم اجازه في دوله الامارات؟ بدات بالفعل، يعني احنا موجودين من الساعه 7:30 في اللجنه كمندوبين عن المرشح الرئاسي. قبل حتى السفاره ما تفتح او القنصليه الناس متواجدين خارج، فتحنا ليهم، دخلوا قعدوا في الاستراحه جوه. أعداد كبيرة جدا، وجاية من الفجيرة، وجاية من الشارقة، جاية من عجمان، جاية من رأس الخيمة، ناس جايين يعني قبل اللجنة ما تبدأ الناس متواجدين. حتى الوقت الحالي كل شوية فيه جروبات جاية، سواء جايين بباصات أو سواء جايين بعربيات خاصة، مجموعات مع بعضها، لأن يعني حضرتك أصلا أي كان تم تحديد نقاط لتجمع الناس في الإمارات الشمالية، وسواء في ابو ظبي والعين او في دبي والامارات الشماليه، نقاط التجمع دي تم توفير وسائل نقل مجانيه لنقل الناخبين، ده بخلاف السيارات الخاصه اللي كل واحد بيجيب اسرته او زمايله وبيرجع بعد ما يدلك صوته ويرجع يجيب مجموعه ثانيه وهكذا. يمكن يعني الناس يعني الحمد لله جدا روح ايجابيه عاليه جدا، ويعني لما بنستفسر عن يعني انت جاي من مثلا فجيره او من راس الخيمه من بعيد بعد 200 كيلو 250 كيلو مثلا، يقول لك لا ده واجب وطني ولازم نختار الرئيس ولازم الظروف اللي بتمر بها البلاد لازم نتكاتف كلنا
مصريين في الخارج ومصريين في الداخل خلف الجيش وخلف الرجل. بالتأكيد. طب دكتور شعبان، يعني الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحدثنا عنها، عن أعدادها، عن يعني تقسيمتها، يعني الفئات المختلفة من الجالية. تزيد عن 500 ألف نسمة، يعني في تقريبا 700 أو 650 ألف نسمة، معظم الناس في أبوظبي ودبي. الامارات الشماليه يعني فئات بسيطه اللي ساكنه فيها، لكن الكثافه موجوده في دبي وابو ظبي والشرق ايضا، باعتبار ان الشرق يعني ملاصقه لدبي، يعني ملاصقه لدبي، وفي نفس الوقت يعني الموظفين في دبي بيسكنوا في الشرق وهكذا. نعم. إذا يعني بنعول على الأعداد الموجودة في دبي وأبو ظبي، هما يعني الأعداد الأكبر من الجالية المصرية في الإمارات. طب هذه الأعداد يعني كيف يعني بيكون التفاعل معها من خلال خبرتك كرئيس للجالية المصرية خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة؟ هل دائما ما يشاركون في الاستحقاقات الانتخابية وعندهم يعني وعي بأهمية هذه الاستحقاقات الانتخابية؟ حضرتك مشاركين في الانتخابات الرئاسية قبل كده، والوعي يمكن المرة دي تختلف أكتر على اعتبار ما حدث بعد 7 اكتوبر وما هو جاري الان على الواقع الاقليمي بالنسبه لمصر والمنطقه العربيه. يمكن الاحداث ديت اثرت على الناس بشكل كبير جدا، والناس اللي كانت بتتكلم على انه مثلا الرئيس ناجح، لا، احنا هننزل نشارك وهننزل نحط صوتنا وهننزل ندعم بلدنا. عشان الظروف اللي موجودة احنا صوتنا أمانة، هننزل ونجلي بيه. نعم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور شعبان رأفت رئيس الجالية المصرية بالإمارات، وبالتأكيد سنتابع مع حضرتك على مدار اليوم وغدا بإذن الله مجريات العملية الانتخابية في دولة الإمارات العربية المتحدة.